واحد بيقول بعد طلب صالح الدعوات لي تساؤلات، فقد قرأت في كتاب شريعة الزوجة الواحدة لقداسة البابا شنودة عن أسباب الطلاق في الكنيسة، وأريد أن أتساءل حوله. واحد، اختلاف المذهب أو الدين. اثنين، الجنون. ثلاثة، عدم تكامل القوى الجنسية. الجنون إذا كان قبل الزواج يبطل الزواج، يبقى من أسباب بطلان الزواج وليس من أسباب الطلاق. عدم تكامل القوى الجنسية إذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج مش سبب للطلاق، لأن جايز أي إنسان تكون قوته الجنسية معقولة صالحة للزواج، ولكن بمرور الوقت بعد مدة طويلة تضعف قواه الجنسية، فما نقولش يحدث طلاق. لكن إذا كان قبل الزواج يبقى سبب لبطلان الزواج، والجنون قبل الزواج يكون سبب لبطلان الزواج. أما اختلاف المذهب أو الدين، من جهة اختلاف الدين أو المذهب إحنا ما بنجوزش حد غير لما يكون متفق في الدين والمذهب. حتى نفس قسيمة الزواج أو عقد الزواج مكتوب عليها زواج متفقي العقيدة والمذهب. لكن إذا حدث بعد الزواج اختلاف في الدين يبقى دية تساعد على الانفصال، كما ورد في كورنثوس الأولى 7:15 عن مثل هذه الحالة: ليس الأخ أو الأخت مستعبدا في مثل هذه الحالة، إن أراد أن يفارق فليفارق.